أن هنا بالسلايد هذا كنا نحكي عن البريودونتيوم بشكل عام، وأسسنا لمفهوم ما هو البريودونتيوم. حكينا عن العناصر الموجودة في البريودونتيوم، البريودونتيوم اللي هو occupies space حوالي نص مليمتر في الوضع الطبيعي، وهذا السبيس يعتمد على عوامل مثل العمر، مثل هل السن intact، هل السن في lesions، هل السن في مشاكل، ويعتمد على كل هاي القضايا. حكينا عن طلعنا على longitudinal section تبع السن، شفنا كيف الفايبرز ال PDL البريودونتال ليجامنتس اللي هي الفايبرز اللي بتحمي الأسنان واللي تشكل شوك أبسوربنت، أي إنه تمتص الصدمات، تمتص الضغط اللي ناتج عن الماستيكيشن والأوكلوجن والسبيتش وكل الفانكشنز اللي بيسويها الأورال كافيتي. حكينا مثلا على الأندينجز اللي بدخلوا في البول من جهة وبالسمنتو من جهة، الأندينجز تعون البي دي ال بنسميهم شاربيز فايبرز اللي هم الجزء تبع البي دي ال اللي بدخل جوا العظم من جهة، وهو الجزء المور ثيك الأخمل زي ما انتم شايفين، وأما اللي بدخل بالسمنتوم هو الأرفع. حكينا عن الفايبرز الرئيسية تبعون البي دي ال، وقلنا إنه هدول يقسموا بحسب اتجاههم وبحسب موقعهم. حكينا في عنا السيركولار جروب دنتو جنجيفال دنتو بريوستال الفيولار جنجيفال والالفيولار بون اللي بدخل في هنا شايفينه، والجزء اللي موجود هنا من هذه البي دي ال، هذه اللون الزهري وهاي الليلكي والاخضر، الجزء اللي بدخل جوا العظم هذا هو الشاربيز فايبرز. فرجينا هنا تحت الميكروسكوبيك مايكرو الالكترونيك مايكروسكوب، فرجينا كيف البي دي ال، طلعنا عليها بالهوريزونتال سكشن مقطع عرضي للسن، هاي هنا السن السمنتوم البون، وهذا البريودونتيوم كله، وهذا البريودونتال سبيس اللي موجود في البي دي ال. اوكي، اذا كمان دور البي دي ال، هم هدول الفايبرز اللي موجودين في الوضع الطبيعي. حكيت لكم انه السمنتم تبع الروت او الروت تبع السن لا يلتصق باللامينا ديورا، ما في كونتاكت بين السمنتم واللامينا ديورا، لانه هذا السبيس غير قابل للانضغاط في الوضع الطبيعي. السيلولار فلويدز الموجودين هناك غير قابل للانضغاط. اللي بيعرف اشي بالشيء اسمه هيدروليك سيستمز، اللي بيكون في مثلا تيوب جوا تيوب وبينهم زيت، فتتحرك التيوب ستنين مع بعض، وبيكون الزيت الموجود بين هدول التيوبز غير قابل للانضغاط إلى درجة معينة، وبالتالي يشكل شوك أبسوربنت لهدول التنين التيوبز. نفس الإشي البريودونتال تيوب، البريودونتال سبيس مليء بالسيلولار فلويدز اللي هو نظام هيدروليك بايو هيدروليك مبسط جدا. فلويدز اللي موجودة هناك غير قابلة للانضغاط في الوقت في الوضع الطبيعي، الوضع الطبيعي اللي هو الماستيكيشن الطبيعي اللي احنا بعملية المضغ ما بتاخذ أكثر من واحد إلى اثنين ثانية، كل ضربة بين الأبر واللور تيث في عملية الأكل ما بتاخذ أقل، ما بتاخذ أكثر من 1 to 2 seconds، لأنه وانتو تمضغوا عمليا المضغة هاي بين
المضغه والمضغه، المضغه ما بتاخذ الضغط على الاسنان الفوائد او التحاتة ببعض، تضغط الطعام بينهم، عمليه قصيره، شورت ليفد، عمليه قصيره، وبالتالي لا يحصل اي اكسبريشن، ما يحصل، لا يحصل خروج للسائل السيلولار فلويد اللي موجود في البريودونتال سبيس. هذا بالوضع الطبيعي. في الوضع الغير طبيعي وهو شيء ابنورمال، البريودونتال سبيس غير موجود وبنسميه أنكيلوسيس، ألا وهو التحام السمنتم باللامينا ديورا، وبالتالي بيكون السن ريجيدلي أتاتشد مع البون. وهي حالات موجودة، مش كتير شائعة لكنها موجودة. لما تيجوا تسووا لاحقا صورة أشعة، دائما لازم تطلعوا حوالين السن، هل موجود البريودونتال سبيس ولا لا؟ إذا بتشوفوش البريودونتال سبيس معناته لازم أشك بقضية معينة اللي هي الأنكيلوسيس، وهي بتسوي لنا مشاكل إحنا مش بصدد إنه نطرحها في مسائقنا هذا. إذن من أهم الستركتشرز تاعون البريودونتيوم هي البريودونتال ليجامنتس. وما هم البريودونتال ليجامنتس؟ شو أصلهم؟ شو وضعهم؟ وشو موجود؟ البريودونتال ليجامنت هو عبارة عن كولاجينس فايبرز أو فايبر بندلز، حزم من الكولاجين. وزي ما حكيت لكم في البريودونتال سبيس، في البريودونتيوم، البريودونتيوم يتشكل من عدة عناصر حكيناها. البريودونتال سبيس موجود في الليجامنت اللي هم كولاجين فايبر بندلز، موجود سيلولر elements. شو هم السيلولار elements؟ هم ميزانكيمال سيلز، والميزانكيمال سيلز يتفرع إلى نوعين، فايبروبلاستس وفايبروكلاستس. إذن هناك بهذا السبيس اللي حجمه 0.2 ل 0.5 مليمتر، هناك في عندي سيلز ومشتقات هدول السيلز اللي هم فايبروبلاس وفايبروكلاس، وهدول إلهم كتير فانكشنز، الفسيولوجي تبعتهم الفانكشنز كتير كبيرة، لاحقا راح نحكي عنها عنهم في مساقات ومواضيع أخرى. إذن جوا في السبيس، في البريودونتال سبيس موجود الليجامنتس اللي هم كولاجين بندلز، موجود سيلز، موجود بلد فاسلز ونيرفز، وموجود تيشو فلويدز، سوائل. طيب شو يعني؟ نحكي لكم إشي حتى تفرجيكم ودخلكم بإشي very interesting. معروف أنه عملية المضغ اللي بتأخذ 1 to 2 seconds كل مضغة بنمضغها وهي short lived، هي ضربات كتير قصيرة المدى بالتوقيت 1 لـ2 ثانية أنتم بتمضغوا. بالوضع العادي إحنا بنمضغ وبنحط حوالي 5-7 كيلوغرام. النورمال فانكشن تبع المضغ هو مضغ شديد هيفي، لكنه انترميتنت، متقطع، مدى الزمني كتير بسيط. لما انت تسكر اسنانك انت زي ما قلت لكم
لما تسوي اوكلوجن انت بتقدر بتسكن لو ان سكند مش اكتر، انت مش دائما مسكر تمك، مش دائما ضاغط على اسنانك، حتى لما تمضغ 1 تو 2 سكندز انت بتاخذ المضغه، وانت بتحط فورس لما تاكل اكل عادي شيء طري 1 تو 2 كيلوغرامز قد يصل الى 5 6 كيلوغرامز لما تاكل شيء اصلب. ولكن لما تاكل شيء فيري هارد ضغط عضلات التم الماستيكيشن ماسلز قد يصل الى 50 كيلوغرام لما تيجوا تعرضوا شيء صلب. طيب شو بيصير؟ طب 50 كيلوغرام مش شيء بسيط، حتى 2 الواحد ل 2 و5 ل 6 كيلوغرام للسوفت فود او للشيء المتوسط الصلابه كمان مش قليل. طب احنا ليش بنشعرش بوجع؟ طيب ما هو عندنا حكينا هون في عندنا نيرف اندينجز، هيهم نيرفز موجودين في البريودونتيوم في البريودونتال سبيس. اذا في المضغ اللي احنا بنحكي عنه فيش وجع. ليش؟ لانه حتى لو انه الضغط هافي، حتى لما ناكل هارد فود وخمسين كيلوغرام، الفورس انترميتنت شورت ليف متقطعة قصيرة المدى لا تستمر أكثر من 1-2 سكندز. طيب شو يعني؟ حتى لو 1-2 سكندز لازم أشعر بوجع 50 كيلوغرام، شو بصير؟ في الوضع الطبيعي في الفسيولوجيك ريسبونس تو هيفي بريشر اجينست اي توث، اذا انا حطيت ضغط شديد على السن ماذا يحدث؟ طبعا انا وياكم متفقين في ان سبيس السن معلق بواسطه الفايبرز اللي هم البي دي ال، وهناك في السبيس وحوالين البي دي ال السن يسبح في الفلويدز، وهناك في عندي نيرف اندينجز، في عندي اعصاب، في عندي كابيلاريز، في عندي سيلولار اليمنتس الفايبروبلاست والفايبروكلاس. طيب شو كيف بتصير؟ لما ناكل نمضغ 1 سكند اقل من 1 سكند 1 سكند اجى الضغط على السن. حكينا كيف نظام الهيدروليك البي دي ال فلويد، الفلويد اللي في البريودونتال سبيس انكمبريسبل بتضغطش، ما بيطلع من البريودونتال سبيس، والضغط يمتص من هاي السوائل، من خلال هاي السوائل يصل الضغط الى الالفيلار بول العظم المحيط بالروت، وبصير في شو بندنج في الالفيولار بول، شويه البون في الاستيسيتي شويه بتعش بصير في بندنج، بصير في بندنج الالفيولار بون بندز. اذا الشوك او الضغط اللي اجى من الاكل على السن انتقل من السن الى البريودونتال سبيس، وصل الضغط لوين؟ للفلويد، الفلويد غير قابل للانضغاط نتيجة انه اقل من 1 سكند او 1 سكند، والضغط ينتقل الى وين؟ ينتقل الى الالفيولار بون، وبالتالي الالفيولار بون بصير في بندنج بتعش. طبعا احنا ما بنحكيش بتعش يعني شيء كتير مينيمال، شيء مايكروسكوبيك. وينتج شو عن الطعج هذا؟ تنتج شحنات كهربائية بنسميها بيزو إلكتريك سيجنالز، والبيزو إلكتريك سيجنالز بحسب العلم الناتج عن انتعاش الألفيولار بون، الناتج عن وصول الضغط أو الشوك
من الفلويد اللي نتج عن ضغط على السن من الأكل، هدول البيزو إلكتريك سيجنالز هم اللي بيحافظوا على الألفيولار بون. يعني عملية المضغ اللي احنا بنضغها وحركة الأسنان داخل البيريودونتال سبيس والضغط اللي ترانسفيرد من خلال الفلويد للعظم هو الذي يحافظ على صحة البول في عملية المضغ. ونفرض مريض عنده كوما في غيبوبة، بيقدرش يمضغ، طعمه من خلال التيوب بقدرش يمضغ، عنده كوما. إذن فيش ضغط من الأكل، فيش ضغط على السن، فيش ضغط بروح وين على الروت، وبالتالي فيش ضغط بروح على وين على الفلويد، وبالتالي فيش ضغط بروح من الفلويد على البون، وبالتالي البون ما بصيرش فيه بندنج، وبالتالي لا ينتج شحنات كهربائية بيزو إلكتريك. ماذا يحدث في هذا الشخص؟ لأن البون تبعه شوي شوي يأخذ بالذوبان. بيزو إلكتريك سيجنالز هي التي تحافظ على الألفيولار بون. أوكي، إذن one second two seconds أو أقل PDL fluid incompressible، ولش تحسوش بإشي. إذا حتى مع نفس الضغط الفسيولوجيك الطبيعي لما تأكله إشي عادي، إذا استمر أكثر من 2 seconds شو بصير؟ يعني انت جيت ضغطت على لوزة وضليتك شادد عليها بسنانك، نفس اللوزة اللي مضغتها ثانية وأقل من ثانية، سكر وافتح سكر وافتح، بتحسش بوجع. نفس هاي اللوزة ضليتك ضغط عليها أكثر من 2 seconds شو بصير؟ بصير تحس بوجع. لماذا؟ لأنه إذا استمر الضغط أكثر من 2 seconds الفلويد اللي موجود في البي دي في الـ في الـ في الـ في البريودونتال في الـ في البريودونتال سبيس، الفلويد اللي بكون غير قابل للانضغاط اللي ما بخرج من السبيس لأنه الفورس أقل من سكند انترميتنت، إذا ضل الضغط أكثر من 2 seconds الفلويد أوب بيطلع من البريودونتال سبيس. شو بصير؟ بتحرك الروت وبضغط في البريودونتال سبيس، بضغط النيرف اندينجز اللي موجودين هناك بين السمنتوم تبع الروت وبين اللامينا ديورا تبع الالفيولار بون. طب ضغطنا على النيرف اندينجز صار في عندك وجع. اذا حتى لو الضغط شديد لكنه intermittent متقطع shortly lived أقل من 1 second لا يحصل شيء لأنه الفلويد incompressible، لا يحصل وجع. إذا ضلينا ضغطين بعد ثانيتين الفلويد ما بيصفي محل إلا يطلع من الـ PDL space، وبالتالي ينضغط شو؟ ينضغط النيرف endings بين الروت وبين العظم، بصير وجع. أوكي؟ ينضغط. إذا ضليت أنا مستمر 5 ثواني أكثر ضاغط على اللوزة هاي، بيطلع كل الفلويد بالفلويد بيطلع كله، وكل التيشوز الموجودين هناك الـ PDL والنيرفز والكابيلاريز وكل السلز الموجودين هناك بنضغطه وبصير immediate pain. إذا كان البرشر هافي
طلعوا جمال الموضوع. ثانية وأقل لا يحصل انضغاط بالفلويد عادي. ثانيتين شو بصير؟ البي دي ال فلويد بصير يضغط وبصير يتحرك داخل البريودونتال سبيس، ممكن يصير في بداية وجع. كملنا الضغط طلعنا عن التو سكندز، بعد ما تحرك جوا السبيس وضل مستمر الضغط بده يطلع من محله كل الفلويد، وكل الاليمنتس اللي هناك بصيروا كومبرست، وبالتالي بصير الوجع الشديد. وجربوها كيف لما تاكلوا، لاحظوا لي قديش عملية الانطباق خلال عملية الماستيكيشن تطبق ثانية، أقل من ثانية، حتى لو كان كتير الأكل هارد وحطيت ضغط 50 كيلو، لكن أنت تطبق ثانية وأقل nothing happens، ضلك هذا الأكل نفسها حبة اللوز ضغط عليها 2 seconds، تحس إنه السن شوي يتحرك لأنه صار في shifting للفلويد، الفلويد expressed بتحرك السن داخل البي دي ال، واستمر الضغط أكثر من ثانيتين الفلويد لما بدأ يتحرك وانتقل من محل لمحل وظل الضغط مستمر بطلع الفلويد كله برا السبيس، وبحدث الانضغاط، بحدث الكمبريشن، تنفغص كل التشوز، كل النيرف اندينجز، كل البلاد فيسلز بتنضغط، وإيميديت بين هابنز. إذا هاي البريودونتو هاي الفانكشن تبعته، إذا بدنا نفهم بدقائق الأمور. أوكي، إذا البي دي ال تستطيع مقاومة أي بريشر حتى لو إنه هافي، إذا كان شورت ديوريشن، إذا زاد الديوريشن زاد الوقت، حتى لو لايت لفترة طويلة زاد الديوريشن بيصير في بناء بهدم وبناء في السوكت في الألفيلار بون المحيط بالروت، بيصير ريموديلينج في البون، وهذا ما يعتمد على تقويم الأسنان، يتحرك السن، وهذا الإشي اللي مبني عليه فلسفة حركة الأسنان التقويمية. أوكي، إحنا لما نقول كيلو 2 كيلو 5 كيلو، لما أحط على ضغط على السن بشعرش ولا شيء، صيرش شيء، تحركش السن إشي، إذا زاد عن ثانيتين صار 3 ثواني، السن بتحرك شحطة صغيرة جوا السبيس، السبيس كله هو 0.5 مليمتر بأوسع أحواله، وإذا حطيت 50 كيلوغرام ضغط على السن بالمضغ الطبيعي لا يحدث شيء. طب أنا بالتقويم بحطش لا كيلو ولا 2 كيلو، أنا بحط أكثر إشي 100 جرام. أوف، طب 100 جرام شو قابل قارنهم ب 2 و3 كيلو 50 كيلو؟ طب بال50 كيلو ما تحركش السن، ما مشيش من محل لمحل مسافة. طب بتقويم الأسنان إحنا بنحرك الأسنان قديش طب شو السر؟ طب هو 100 جرام. السر is in the duration. duration قديش وقت بتحط الضغط؟ طب ضغط الشديد 50 كيلو، لكن إذا short duration لن يحدث شيء. إذا الضغط كتير خفيف
والمية جرام لا يقارن بالخمسين كيلو جرام. إذا الضغط كتير خفيف لكن long duration continuous، حتى لو إنه light force، يحصل حركة أسنان orthodontic tooth، وهذا اللي بنسويه بتقويم الأسنان. استخدم قوة light very light but continuous. بالمضغ العادي بنتج عنه الفورس heavy لكنها intermittent وشورت ليفت. هذا هو مبدأ أول شيء، كيف الـ PDL بتشتغل، كيف الـ space والفلويدز اللي فيه يتعاملوا مع الضغط، كيف البندينج في الوضع الطبيعي تبع الالفيولار بول بنتج لي اشارات كهربائيه بيزو الكتريك، كيف هذه البيزو الكتريك تحافظ على الالفيولار بول من الدوبان بدون شوينج، فيش بريشر انترميتنت، فيش بندينج في الالفيولار بول، فيش بيزو الكتريك كارنتس، بصير في دوبان في الالفيولار بول، و اللونج duration of force حتى لو انها very light سيحدث orthodontic tooth. جميل PDL والperiodontic. طيب كمان قضية مدام احنا داخلين هيك، لما كنت احكي لكم عن الperiodontal space برات بيكون الفيش بيريودونتال سبيس بيكون في التحام بالسمنتم مع اللامينا ديورا مع العظم، قلنا بنسميها انكيلوسز. انكيلوسز التحام السن بالعظم. اوكي، اذا هذا السن اذا جيت انا احركه تقويميا لا يوجد هناك بيريودونتال سبيس، أي لا يوجد fluids، أي لا يوجد cellular elements اللي هم fibroblasts وfibroclasts. الfibroclasts والfibroblasts لما أحط عليهم ضغط orthodontic pressure بيصير في differentiation، تميز بالfibroblasts والfibroclasts، بتحولوا الfibroblasts لosteoblasts وال fibroclasts لأوستيوكلاستس. الأوستيوكلاستس بتدوب العظم باتجاه القوة التقويمية، والأوستيوبلاست بتبني العظم بالاتجاه المعاكس. إذا لما يكون في عندي شو انكيلوسيس، فيش periodontal space، فيش fluids، فيش cellular elements، فيش fibroblast وfibroclast، إذا فيش differentiation لأوستيوكلاست وأوستيوبلاست، وإذا لن يحدث دوبان في العظم وبالتالي لا يتحرك السن. من المستحيل أحرك السن في أنكيلوسيس، في أنكيلوسيس مستحيل أحركه تقويميا لأنه ما عنديش الأدوات اللي تؤدي لدوبان العظم وبناء العظم حتى يحصل حركة تقويمية. ما عندي فايبروبلاست وفايبروكلاست، أنكيلوسيس. أوكي، حكينا عن احنا بنحكي عن كل السراوندينج تيشوز تعون الاسنان. هاي اللور جو حكيت لكم في مصطلحين الفيولار بون والفيولار بروسس، ولا يجوز الخلط بينهما. الفيولار بون الالفيولار بروسس مفهوم واسع، الالفيولار بون مفهوم أضيق. الالفيولار بون هو البوني سوكت اللي موجود فيها الجذور، والعظم موجود بين الجذور. أما الالفيولار بروسس طلعوا الالفيولار بون أو الالفيولار بون اللي هو هون، الالفيولار بروسس هو جزء من الجو بون، جزء من البون تبع العظم. هذا هدفه supporting و protection، وهذا الالفيولار
بروسس هو اللي بنركب عليه طائم الاسنان، هاي الالفيولر بروسس. لما كنا نسوي تقومه بركب عليه طائم الاسنان وبقعد على البيزل بون على القاعده تبعت عضب الفك. اذا الفك في قاعده الابيكال بيس بنسميها، الابيكال بيس اللي هي الجزء من عظم الفك. بعدين بيجي عندنا الالفيولار بروسس ومن ثم الالفيولار بون اللي هو موجود بين الاسنان. طيب عندنا الالفيولار بون، عندنا الاسنان، حكينا انه في عندنا مرات بيكون في نقص الاسنان وسميها سميناها هايبودولتيا up to 6 missing teeth، اوليغودولتيا اكثر من 6، وانودولتيا هو كل الاسنان missing. خلينا ناخذ ابسط الامور، هايبودولتيا نقص في عدد الاسنان up to 6. خلينا نقول في عندنا في المنطقة central incisors على المانديبل عندنا two centrals مش موجودين، خلقيا مش موجودين، hypodontia. وإذا بدكم المصطلح الأزبط للhypodontia والoligodontia هو مش هاي المصطلح، المصطلح الأدق والأكثر علمية tooth agenesis. genesis تكوين، tooth agenesis عدم تكوين. فالمصطلح بدكم تحكوا علم مظبوط بتقولوا tooth agenesis. في التكست بوكس وفي الكتب بنستعمل hypodontia oligodontia، أوكي تمام. لكن إذا بدي أكون علمي 100% وأحكي عن دراية بسميها tooth agenesis، عدم تكون. أوكي إذا هون في عندي tooth agenesis في two centers المانديبولار، شو بصير؟ تلاقوا إنه الألفيولار بون والألفيولار بروسس نامي بشكل عادي في كل المناطق، لأنه الإرابشن أوف تيث والتكون التيث يؤدي إلى نمو الألفيولار بون والألفيولار بروسس من تحته على اللور جو. أوكي في منطقة الساترز اللي في توث أجنسيز هايبودونتيا فش أسنان، فش الحافز اللي يؤدي إلى نمو الألفيولار بون، بالتالي بتطلعوا اوب احنا كله عنا بون تمام، وصلنا للسنترالز اللي مش موجودين، البون غير موجود او كتير اندر ديفلوبت. لحديت انه لما يكون في عنا ميسينج تيث توث اجينيسيس، خلينا نقول في المنطقه الاماميه السفليه، الهد العظم بيكون رقيق وضعيف و undeveloped، إنه حتى بتقدرش تسوي زرع، بتقدرش تسوي implant، لأنه الذي يحفز نمو الألفيولار بون هو الديفلوبمنت تبعت السن جوا العظم ومن ثم بروزه. إذا يكون عندك هايبودونتيا إمكانية إنك تسوي زراعة بتكون متدنية إلا إذا سويت زراعة عظم. فعشان هيك معلومة هيك عن ماشي هذا لكم للمستقبل، مثلا لما يكون عندنا في الأبر جو هايبودونتيا توث أجنسيز لللاترالز التنين وموجود ناب الحليب ولسه الناب الدائم فوق
واللاترال انسايزر الديسيديوس وقع ومش راح يطلع محله توث اجينيسيس. موجود ناب الحليب محل، موجود الناب الدائم فوق في العظم. شو أخصائي التقويم دكتور سنان دكتور التقويم اللي ما بيعرفش هاي التفاصيل كتير أسهل له يخلع ناب الحليب وينزل الناب الدائم محله وقعد الناب محله وكان الله بالسر عليم. أوكي أنهى مهمته، أوكي أنهى مهمته. طب في عندي توث أجنسس في اللاترال، طب بدي أسوي زراعة. طب ما احنا اتفقنا أنا وياكم إنه إذا فش سن فش ديفلوبينج فوليكل للسن لن يحدث شو؟ لن يحدث بون ديفلوبمنت، لن يحدث بون جروث. إذا دكتور التقويم بيعرف كل هاي المعلومات وذكي بما فيه الكفاية بخلي الناب الدائم ما ينزلش محله الطبيعي بحل ناب الحليب، لا بخلي الناب الدائم، خلي الناب الحليب بحله وبخلي الناب الدائم ينزل مكان شو؟ مكان اللاترال انسايزر اللي مش موجود. قولوا لي طب وبعدين بخلع ناب الحليب وبحرك الناب الدائم محله. طب تقولوا لي شو هالورد؟ طب خلينا ننزله محله وخلصنا. وهيك بيسووا اغلب الدكاتره. اوكي نزلته محله انا قعدت، طيب بعد خلص المريض بدك تسوي له زراعه، اوب فيش بون فيش الفيلار بون لانه فيش ديفلوبينج توث. معناته انت دخلت مع هذا المريض في مأزق، كيف بدك تزرع له؟ بتقدرش، فيش العظم لا سمكا ولا ارتفاعا بسمح تحط فيه زرعه. فلما انا انزل الناب الدائم محل سن اللاترال انسايزر اللي مش راح يطلع، عمليه الايربشن في هذيك المنطقه تؤدي الى تحفيز نمو الالفيولار بروسيس في هذيك المنطقه. نزلته في محل مش محله، خليت العظم يبني ثم خلعت ناب الحليب ورجعت ناب الدائم محله، قعدته محله تمام، أخذ مني وقت زيادة تمام، لكن أمنت للمريض بون محل اللاترال يقدر بعدين تسوي فيه زراعة. هذا كله خارج عن مساقنا، لكن حتى أفرجيكم المعلومات اللي بعطيكم إياها قد ما تكونش مش مفهومة لكم كلينيكلي هلا، لكن بعدين راح تصيروا تفهموها. إذا الستيمولانت محفز نمو الالفيولار بون هو عملية الديفلوبمنت تبع الفوليكل ومن ثم الإربشن تبع التوث في الالفيولار بون. إذا لم يحصل فيه هناك، إذا كان توث أجينيسيس فيش ديفلوبمنت البد تبع السن، ما فيش إيربشن فيش عظم. إذن الألفيولار بون هو الجزء من الجو اللي يستخدم كسابورت للسنان، بنسميه الألفيولار بروسيس اللي قلت لكم إنه يختلف عن الألفيولار بون. الالفيولار بروسيس اشي والالفيولار بون اشي تاني. الالفيولار بون الالفيولار بروسيس هو جزء من عظم الفك اللي يحمل الاسنان، لكن الالفيولار بون اللي هي بنسميها فجوة السن التوث سوكت اللي بين اللي تحيط وبين جذور الاسنان بنسميها الالفيولار بون او الفيولس، وهي التوت سوكت. جمع الفيولس الفيولاي، هم التوت سوكت اللي قاعدين فيهم جذور الاسنان فقط، هذا هو البون.
هذا هو البون. أما البروسس هو إشي كتير أكبر، جزء من الجو اللي يحمل الأسنان. هلأ قلنا التوث سوكت هي الألفيولاي، هي الألفيولار. هلأ الألفيولار بون بروبر، أو بسموها كريب ريفورم بليت، هي الانر سوكت وول، الجزء الداخلي من السوكت اللي قاعد فيها السن. كريب ريفورم بليت. الكورتيكال بليت شو هي؟ هي الفيشل واللينجوال بليت تبعت البون. الكورتيكال بليت هي الفيشل جمعه معاي، واللينجوال بليتس يا الصفائح اللي من جوا واللي من برا تبعت الكومباكت بول. اذا زي ما بالصوره هاي، زي ما بالصوره هاي، هاي فيشل الكورتيكال بليت، الكورتيكال بليت او الكورتيكال بون هيها هي الجزء الصلب الفيشل، او من جوا الليبيال بليت تبعت الجو. طلعوا لي هاي الصورة بشوف أكثر. الألفيولار بون حكينا هو مش الألفيولار بروسس. شايفين الأسنان، شايفين الجذور، هنا كله عظم ما يوم حتى نفرجيكم كل هاي المناطق. هيها هاي هاي هنا بين الشروش حوالين الجذور، هذه هي الألفيولار بون، هي it lines the alveolus، وهي محتوى جوا الالفيولار بروسس. وهذه الالفيولار بون اللي موجوده بين الجذور فيها كثير مسامات او فراغات، لانه هناك تخترقها شو، في كثير بيرفوريشنز فراغات عشان يدخلوا البلد فاسلز يغذوا الاسنان منهم. عشان هيك هنا الالفيولار بون اللي محيط بالاسنان في كتير غزو. لما تتعلموا هلا تسووا انستيزيا، بنسوي انفلتريشن انستيزيا. شو يعني؟ نعطي البنش في هاي المنطقه، بصير تخدير جزئي للسن اللي بنعطي حواليه البنش. ليش؟ لأنه زي الاسفنجة يمتص الأنستاتيك، وبالتالي بصير فيه تخدير. لأنه الألفيولار بون كونتينز بيرفوريشنز بدخل فيها البلد فاسلز، احنا بنستخدمها للأنستيسيا. هذا هو الألفيولار بون. هاي طلعوا لي هون، شوفوا شايفين هدول، هاي السوكت هنا قاعد الروت، قاعدين الروت، هاي الالفيولار بون، هذا هو فقط، هذا هو الالفيولار، هاي محل ما الاسنان مخلعة، هاي الالفيولار هون. طلعوا كيف في مسامات غزو عشان يدخلوا كل الفسل، هاي نفس الاشي فرجيكم. هاي الالفيولار بون، الالفيولار بروسيس هو إلى تحت هذا. طبعا هذه الدياجراماتيك ريبريزنتيشن، كيف بدخلوا هون عنا الفاسلز، كيف موجود البريودونتال سبيس، بريودونتيوم بي دي ال، هاي البون، هاي الجنجيفا، طبعا السن موجود هون، هاي الالفيولار بون. ايوه هي طلعوا لي هاي الالفيولار، هذا هو الالفيولار فقط، هذا السوكت أو الألفيولس، الألفيولس اللي هي العظم المحيط بالجذور فقط. الألفيولار بروسس تحت أبعد جزء من الجوبول. نكتفي المرة الجاية بنحكي على الأورال ميوكوزا، وهي قضية
كمان معقدة ومش سهلة وبحاجة لفهم كتير منيح. بعتولي إيميل عشان أحولكم المحاضرة الآن.